بسم الله. أهم 7 أشياء مهمين جدا لذكاء الأطفال وذكاء الكبار وخلايا المخ والأعصاب: 5 معادن و2 فيتامين، اليود والزنك والنحاس والمغنيسيوم والحديد. دول 5 معادن مهمين جدا، وندخل فيهم 2 فيتامين، فيتامين دال وفيتامين ب مركب، كل المجموعة فيتامين ب مركب. اليود مهم جدا للحصين والمخيخ، وجزء مسؤول عن الذكاء والتفكير، وموجود في المحار والمحليات والأسماك وعشب البحر. اليود الحديد موجود في الكبدة البقري واللحوم الحمراء والخضروات. النحاس موجود أيضا في الكبدة البقري وفي البيض وفي المكسرات وفي أماكن كثيرة. المغنيسيوم موجود في الخضروات الورقية. فيتامين دال موجود في الشحوم والدهون، حق البقر والغنم ولحم السمينة والسمنة الزبدة والقشطة وزيت الزيتون وشوربة عظم البقر وشوربة الكوارع. ومهم جدا فيتامين ب مركب موجود في الخميرة الغذائية والبيض والكبدة البقري وكبدة الجاموسي أيضا. مهم جدا الأشياء دي لذكاء المخ وتقدم الأطفال، ونقصها اللي هي اليود والزنك والنحاس والمغنيسيوم وفيتامين دال وفيتامين ب مركب. طبعا كل المعادن كل الفيتامينات مهمه، لكن دول مخصصين بالمخ اكتر، بيقلل الذكاء عند الاطفال. وجدوا ان في اطفال عندهم توحد عندهم نقص ملحوظ في الزنك والنحاس، ولازم يبقى في توازن بين الزنك والنحاس زي ما قلنا. ووجدوا ان الناس اللي عندهم زهايمر برضو عندهم نقص في الزنك وفي النحاس وفي المعادن دي. مهمه جدا المعادن، 5 معادن و2 فيتامين. ال5 معادن اليود والزنك والنحاس والمغنيسيوم والحديد، ومهم جدا فيتامين دال ومجموعة فيتامين ب مركب، ومهمين عشان وظائف المخ والدماغ والنواقل العصبية، وكلها مصادر من كتب الناس. أكتر حاجة تدمر المخ وتدمر الذكاء عند الأطفال والكبار التدخين وارتفاع سكر الدم والمواد الحافظة والزيوت المغرية والاستمرار على المواد الحاجات المصنعة وخصوصا المواد الحافظة والسكاكر والحلويات والبيبسيات والغازات. الاستمرار عليها وارتفاع السكر في الدم هو ده اللي بيدمر الذكاء وبيدمر خلايا المخ والاعصاب على المدى، واللي يعمل التهابات مزمنه في الاعصاب. واهم حاجه واكتر حاجه تدمر الخلايا المخ والذكاء التدخين، ثم تدخين ثم تدخين. اوقفوا التدخين وخدوا خضروات ورقيه، خدوا اسماك ومحليات وحاجات من الارض والبحر ومن عند الجزار، خدوا شحوم ودهون. المخ غذائه الاساسي لو اتعرض عليه كيتونات وسكريات بيفضل الكيتونز. الكيتونز اللي هي جايه من الشحوم والدهون، من لحم السمينه، من سمنه الزبده، من القشطه، من زيت الزيتون، من شوربه عظم البقر، شوربه الكوارع، الشحوم والدهون، حق البقر والغنم. بس بدون اسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وصوموا تصحوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.